ممكن افهم بقى ايه الحكايه بالظبط؟ انا هحكي لك على كل حاجه، بس في حاجه مهمه لازم تعرفها الاول. انا بحبك يا علاء، انا هجاوبك على كل الاسئله اللي في دماغك او اللي ممكن تيجي في دماغك. انا ما اسميش جمالات وما بقاش قريبه كوريا، وكل المعلومات اللي تعرفها عني غلط. وان انت مين؟ انا هايدي، هايدي ابو طالب. النصابه؟ لا يا حضره الضابط، مش النصابه، انا هايدي ابو طالب، البيزنس وومن المحترمه، صاحبه واحده من اكبر شركات السياحه في مصر. انا هايدي اللي غلطت غلطه واحده بس في حياتها، انها حبت راجل وامنت له وادت له كل حاجه، قلبها وعقلها وفلوسها، فضحك عليها وخد قرض باسمها وخانها مع اقرب صاحبه ليها وسابها وسافر. انا عارفه ان الناس بتقول عليا نصابه وحراميه كمان، وعارفه ان البوليس بيدور عليا، بس دي مش الحقيقه. الحقيقه ان انا ضحيه، خسرت كل حاجه مره واحده، بيتي وفلوسي وحياتي وصاحبتي واكتر راجل حبيته في عمري، ولقيت نفسي مجرمه وهربانه من العداله. طب لما انا نصابه ما سالتش نفسك انا بعمل كده ليه؟ مجنونه يعني؟ ايه اللي يخليني اسيب كل حاجه واستخبى في حته زي بطن البقره، واسيب اللي يسوى واللي ما يسواش يتحكم فيا؟ ما كنت سافرت معاهم، كنت خدت الفلوس ورحت صرفتها في اي حته في العالم. انت مش ضابط؟ مش بتشك؟ مش بتحلل؟ قولي بقى، من ساعه ما عرفتني شكيت ان انا نصابه؟ طب لما انا نصابه حبتني ليه؟ انا بسالك، قولي، انت شايفني نصابه؟ بسألك يا علاء، جاوبني، انت مصدقني ولا لا؟ مش مهم اكون مصدقك او لا، لان حتى لو مصدقك انا هشتغل ضابط مباحث، مفيش حاجه قدامي اعملها دلوقتي غير ان اقبض عليك. يعني ايه تقبض عليا؟ يعني انا بقول لك كل اللي بقوله لك ده عشان تقولي اقبض عليكي؟ طب لما انا نصابه ما طلعتش معاك ليه عند مامتك واتجوزنا على اني جمالات، او ضحكت عليك وقلت لك مفيش نصيب ومشيت؟ انا بحكي لك كل اللي بحكيه لك ده باعتبارك الراجل اللي انا حبيته، مش باعتبارك ضابط المباحث. انا من ساعه المشكله اللي حصلت لي ما اطمنتش لحد غيرك ولا وثقت في حد غيرك. انت الوحيد اللي انا حسيت ان هو ممكن يقف جنبي ويساعدني، تقوم تقولي اقبض عليكي؟